عسلامة، أنا محمد جميلي من تونس. حاب نحكي على الانتخابات الرئاسية القادمة إن شاء الله في سبتمبر. ما تكون رئيسي كان، ما تكون جامعة على التوانسة الكل. كل رئيس حتى كان ينجح في الانتخابات ولازم يكون مستقل، ماهوش تابع، معناها بعد ما يتعدى من حزبه الكل ما يكونش تابع حتى حزب، يمثل التوانسة الكل. كيف يحب رئيس يكون الأهم حاجة هنا هو الرئيس اللي يحترم الدستور، وكذلك مع احترام الدستور لازم يعمل على تنقيح الدستور. شفنا نحن في ديجا في العوامل اللي تعداو الكل من 2014 اليوم ما ساوت على النظام البرلماني الكل، معلش لا منوليش نظام رئاسي. كيف نحب زاد رئيس الجمهورية، بما انه من صلاحياته تعيين محافظ بنك مركزي، تعيين محافظ بنك مركزي جديد يحسن معناها السياسة النقدية تاع تونس وقيمة الدينار اللي طاحت. رئيس تونسي يحب زاد رئيس يكون مؤهل يمثل البلاد أحسن تمثيل، يحسن علاقاتنا الدولية والإقليمية والعربية وكل. كيف رئيس تونسي بما أنه هو القائد على القوات المسلحة نحب يحمي تونس من أي خطر يهددها سواء داخلي أو خارجي. كيف بما أنه هو زاد معناها اللي يعين وزير الدفاع، نتمنى زاد كذلك الجيش يحمي تونس خاصة على حدودنا مع ليبيا، ويقوم معنا الأمن يرجع بالكدا كما كان قبل وأحسن من قبل.